تهضرينا على الرأي ديالكم في تهديد الموظفين بمنعهم من ولوج مقرات العمل بسبب جواز التلقيح. هي اللقاء الأخير اللي كان مع رئيس الحكومة هو استقبل المركزيات النقابية من بعد ما استقبل أرباب العمل وشاف المؤسسات العمومية. يعني آخر محطة كانت هي النقابات، ومن بعد ما صدر بعض القطاعات الوزارية، وزارة العدل، وزارة الانتقاد الرقمي، صدرت مذكرات اللي فيها هذا التهديد المباشر ديال الموظفين الولوج إلى العمل وإلى حد الاقتطاع وقرارات تأديبية في حال أن ما استعملوش الجرعة الثالثة. احنا اعتبرنا من حيث بعد كي المقاربة هو عدم الجدية مع المركزيات النقابية، كان مفروض تكون حاضرة في البداية. وذكرناه بأنه سابقا منذ بداية الجائحة كان من الضروري تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لمتابعة كل القضايا الاجتماعية المرتبطة بالوضع الوبائي، شيء اللي ما كانش مع الحكومة السابقة ولا مع الحكومة. وفي الاجتماع رفضنا بشكل قطعي كل أشكال ديال التهديد وديال محاولة المنع أو الاقتطاع من أجور الموظفين أو الأجراء، واعتبرناها قرار غير دستوري، قرار غير قانوني، قرار كيمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ديال الموظفين والأجراء، وكيتنافى حتى مع الاتفاقيات والتوصيات ديال منظمة العمل الدولية. معنى هذه المقاربة ديال التهديد هي مرفوضة. هناك مقاربات أخرى حضارية ديال التواصل، ديال الإشراك الممثلين للموظفين، تفعيل لجنة حفظ الصحة والسلامة في القطاع الخاص. هذه هما القضايا اللي أيضا اعتبرنا أن اللحظة فيها احتقان، وهناك حتى لحظة ديال نوع من المد التنازلي حتى الوضع الوبائي، وبالتالي أنه كان مفروض الأمن الاجتماعي، احنا أكدنا عليه، الأمن الصحي. احنا داخل الكونفدرالية الديمقراطية الشغل لسنا ضد التلقيح، وتهمنا كمغاربة الأمن الصحي ديال المغاربة كاملين، ولكن هناك شيء آخر عنده أهمية قصوى هو الوضع الاجتماعي، معناه هو الأمن الاجتماعي ديال المغاربة. يعني كتشوفوه بأن الاعتزام الحكومة الاقتطاع من أجور الموظفين والأجراء الغير الملقحين بمثابة يعني ضغط نفسي عليهم، يعني يا إما تلقحوا يا إما نقصوا لكم من الأجر ديالكم. هذا الأسلوب ديال الاقتطاع مارسته للأسف كل حكومة كتنسينا في حكومة. الحكومة السابقة مارست هذا الأسلوب ديال الاقتطاع من الأجور ديال الموظفين بفرض الاقتطاع في أيام الإضراب، اللي هو قرار غير دستوري حتى هو، لأن هذا من المكاسب التاريخية للحركة النقابية. قرار آخر ديال فرض المساهمة التضامنية في صندوق ديال دعم جائحة كوفيد، اللي كان التضامن هو اختياري فرضته الحكومة السابقة. هذه الحكومة كتمشي في نفس الاتجاه، بمعنى أنه أسلوب الاقتطاع كما لو أن الطبقة العاملة والموظفين وضعهم المادي كيسمح لهم باش يساهموا، ولا باش يعني هناك وضع اجتماعي سيء، وهناك ضرب ديال القدرة الشرائية، هناك تجميد ديال الأجور، وبالتالي أن اللجوء لهذه الأساليب كما قلت ما يمكن إلا يخلق احتقان اجتماعي داخل القطاعات الحكومية وفي القطاع الخاص، وبالتالي احنا كنرفضوه ككونفدرالية. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.